التحية متجددة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، بكم من جديد في تواصل انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم ضمن مكرمة سيدي رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. هكذا يسير شوطنا العشرين، شوط الختام وشوط الوداع اللي يودع برنامجنا من خلال انطلاقة عشرين شوطا لسن الحقائق التي غسمت ما بين الابكار والجعدان. هذا الشوط الخاص بالجعدان نسير الى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الاول. هنا من ياتي وينطلق في عمق الميدان في مقدمة هذا الشوط متعب، عبد الله بن علي بن بخيت المسافري شعار سيده اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الغدوم على المركز الثاني. هنا مودع العبيد بن محمد بن مرخان الكتبي، بينما في المركز الثالث ياتي وينطلق هذا سنمار اللي يتقدم خلف بن سالم بن خلف بن خلفان بن راشد النايلي اللي يحتل المركز الثالث، بينما الوصول على المركز الرابع، المركز الرابع الحذر لحمد بن نافع الشدي المنصوري، وخامس المراكز فالمركز الخامس بدران خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الكتبية. هكذا النتيجة، هكذا ندائنا الأول للخمسة المراكز الأولى. ولكن نعود والعود أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، إلى البداية الأولى. هذا هو متعب 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 في مقدمة هذا الشوط، يتقدم عبد الله بن علي بن بخيت المسافري. الله على الانطلاق على التحدي، بينما هنا ياتي الحذر مع حمد بن نافع الشدي المنصوري يتقدم. شعار معاند من سجل التوقيت الافضل من خلال هذه الانطلاقات الصباحية، بينما في المركز الثالث ياتي هنا سنمار خلف بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي الشمسي، ما شاء الله وتبارك الله. ولكن دير بالك، روح وحرك يا عمر، انطلق في هذه المنافسة. وصل هنا وانطلق الحذر مع المركز الثاني حمد بن نافع الشدي المنصوري وثالث المراكز سنمار يتقدم خلف بن سالم بن خلفان النايلي الشمسي. ولكن ابو نافع للمرة الثانية، السلامات الى اهالي الوثبة، تهانينا لحمد بن نافع الشد المنصوري على فوز الحذر وسلالة الحذر الغنية عن التعريب بالفعل، بينما وصل في المركز الثاني مشاهدين الاعزاء اللي هو ايضا وصلنا سنمار اللي خلف بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي، والمركز الثالث أتى في متعب لعبد الله بن علي بن بخيت المسافري. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للثلاثة المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس لحمد بن نافع الشدي المنصوري على فوز الحذر. التوقيت الزمني 3 دقائق وأيضا 6 ثواني بالفعل، تهانينا والناموس وسلاماتنا إلى أهالي ميدان الوثبة عاصمة الميادين للمرة الثانية مع شعار أبو نافع. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء وصلنا إلى ختام أشواط صباح هذا اليوم، ونذكر بصاحب التوقيت الأفضل في هذا اليوم مشاهدين الأعزاء هو معاند أيضا من سجل التوقيت الأفضل 3 دقائق بالوفاء والتمام والكمال، مملوك لحمد بن نافع الشدي المنصوري. تهانينا والناموس للجميع. هكذا مشاهدينا الكرام نشكر نادي دبي لسباقات الهجن المنظم لهذه المكرمه، نشكر جميع اللجان المنظمه في ميدان سيف العرب، تقبلوا تحياتي وتحيات الهجنه، يستودعكم الله والى اللقاء.